شوفوا أخوتي الفيديو هذا شوفوا. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وفي إطار الإجراءات المتخذة للتكفل بأعضاء الجالية الوطنية المقيمين بجمهورية السودان إثر الأزمة المؤسفة التي يشهدها هذا البلد الشقيق، انطلقت عملية إجلاء أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالسودان والراغبين في مغادرة هذا البلد وكذا طاقم سفارة الجزائر بالخرطوم، حيث تم توفير كافة الإمكانيات والوسائل من أجل إنجاح هذه العملية. يا الجزائريين، على بالي راهو يبان لكم خبر عادي جدا. الدولة الجزائرية عندها ناسها في السودان، عندها جزائريين راهم في السودان بينما ما راحش تخليهم، وعلى بالكم مش راهو صاري في السودان راهي مخلطة. إما لا قامت بعملية الإجلاء عن طريق طائرات عسكرية، وليكن في علمكم بأنها الدولة الوحيدة في المغرب العربي التي أجلت رعاياها وحدها. نزيدكم معلومة أخرى ديروها مليح في راسكم وافتخروا دائما بجزائريتكم في التعليقات، بأن الدول الأوروبية ما قدروش يجلوا رعايا تحهم من السودان. نحكيوا على خيرانصة، يا خيرانصة على بنا راكي فشلتي يا. وبزاف دول أوروبية استنجدت يا إخوتي الكرام بالسعودية. السعودية هي التي قامت بإجلاء أكبر عدد ممكن من الناس. الآن جينا ليكم يا البوسبيريين جينا ليكم يا اللي تبوسوا اليدين، هاكو بوسوا اليدي قبل بوس، صحيت صحيت وليدي، هكذاك هكذاك تعرف صلاحك مليح. خاوتي قبل ما نكمل اهبط لتحت خلي اللايك تاعك، لأنه على بالي الفيديو هذا راح يتسنياله، ما فيهاش على بالي الخنزين هذوك دوك يسنياليوه. المغرب يا إخوتي الكرام اللي يقولوا باللي هما الأقوى في العالم، عندهم أقوى جيش في العالم يا إخوتي، قال لك احنا يا تحبس عدنا من الأخر، عدنا كامل الأسلحة، عدنا الطائرات، عدنا الاف كانز، عدنا الاف 16 الاف 100، المهم قال لك راهي مخلطة، قال لك الجيش تاعنا هو الفور. المغرب يستنجد بالسعودية من أجل إجلاء رعاياه وطاقم سفارته في السودان. رعايا المغاربة تم إجلاؤهم عن طريق باخرة عسكرية سعودية. تعرفوا عد من تروحوا؟ تروحوا عند الخليجيين، ها عند الخليجيين، عند شواكركم تاع الصح، عند اللي انتهكوا لكم الشرف تاعكم. المغرب الذي يتغنى بأنه دولة محورية وقوية لم يستطع حتى تنظيم عملية إجلاء مباشرة لرعاياه الذين وجدوا أنفسهم أمام مصير مجهول لولا تدخل السعودية لإنقاذهم وإخراجهم من السودان نحو مدينة جدة. أشكر السعودية، أشكر شواكركم. فهمتوا الآن علاش عمركم ما تلحقونا، عمركم ما تلحقوا الجزائري، لأن الجندي الجزائري اللي حكم طيارة ووداها للسودان مستعد للتضحية من أجل المهمة تاعه، من أجل إنقاذ الجزائريين. لكن الجندي تاعكم ماشي ما عندوش الماتريال، الماتريال تاعكم على كل حال خردة، لكن ماشي البروبلام ثم، ماشي البروبلام انه ما عندوش الماتريال، البروبلام في قلبه، البروبلام انه السيد يخاف 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 من تلقي مصير يعني بشع جدا في السودان. لذلك ما تقدروش تقارنوا انفسكم بالجزائر يا المراركة، افهموها. المغرب لا يملك امكانيات حتى لنجدة مواطنين العالقين في السودان. الجزائر هي الدولة الوحيدة في المنطقة المغاربية التي قامت بإجلاء رعاياها بإمكانياتها الخاصة ومن خلال طائرة عسكرية جزائرية وبطريقة جد منظمة. عملية إجلاء رعايا الجزائريين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تمت بنجاح وبطريقة سلسة وسريعة. هنا تفهموا بلي الجيش الجزائري من أقوى الجيوش، ليس في إفريقيا فقط وإنما في العالم. حب من حب وكره من كره، لي ما عجبوش الحال سهل أخويا، أو كاين الحيط قدامك أخبط راسك على الحيط مليح مليح. تحية الجزائر، هذه هي. هنا تفهموا ثاني يا خوتي باللي المراركة بالفعل هم تمواقع، ما همش تواقع يا خوتي. ما كانش مروكي عرفتوا يعني يدير وش يقول، ما كانش من المستحيلات، غير تاع هضرة وكلام فارغ، وعندهم سوشيال ميديا مديرين حالة فيه باللي هما أقوى دولة في العالم وبزاف أمورات، لكن هما في الصح زيرو في الشبك من الأخر، ما عندهم والو يا خاوتي. وعلى بالي كاين بزاف ناس دوك يجوني في التعليقات ويبداو يطلقوا في حلاوتهم ويقولوا لي علاش راكم تدخلوا فيهم، علاش راكم تتكلموا عليهم وكذا. يا وشوف شوف المواقع تاعهم، شوف واش راهم يديروا في الإعلام تاعهم، ومن بعد أروح أهضر معايا
يا الناس هذو يرقدوا بيك وينوضوا بيك، يرقدوا باسم الجزائر وينوضوا باسم الجزائر، يرقدوا بكذبة جديدة وينوضوا بكذبة جديدة. كيفاش تحبونا نسكتوا؟ ما نسكتش، انا واحد من الناس ما نسكتش، عندي منبر وين نقدر فيه نفضح هذو الناس اللي زعما حاطين رواحهم قوة وما على باليش، نفضحهم. هذه هي يا خاوتي، باسكو ما بقاتش معاهم الهدرة، ما كانش كيفاش نزيد نتناقش معاهم وكذا. المروكي ماهوش للنقاش، من المستحيلات انه يكون للنقاش، وانما المروكي للطحراش. الان ندير اخبار ونضحك عليهم ونرد عليهم ونزيد نرخصهم ونضحك عليهم، هكذا هذا هو القانون الجديد في القناة. لانه كنت بكري يا خوتي نساعفهم، والله كنت بكري نساعفهم ونسي نفهمهم بشوية وش راهم حابين يقولوا، الواش راهم حابين يوصلوا، لكن عرفتهم الواش حابين يوصلوا. حابين يوصلوا يا اخوتي الكرام انه الجزائري يولي يقيسهم في الشرف تاعهم، مش يقيسهم بالشرف تاعهم بطريقة يعني مباشرة، وإنما الجزائر يجيب إلا الأخبار من لسان المراركة. أنا كي نقول لك الخليجي يجي عندك لبلادك باش يزها، مش نكذب عليك ولا نجيب لك كاش خرطي من راسي هكذاك، إنما نجيب لك مروكي بعد هو اللي صرح ويقول لك فوالا رانا هاكم على بالكم يا خاوتي، بلا ما ندخلوا في التفاصيل، فهمتوا يا الخانزين؟ وخلاص منا والجاي كل فضيحة ننشرها ونضحك عليكم ونشبع ضحك عليكم. حبيتوا كيما هكذا؟ انتوما تنشروا اكاذيب وعلى بالكم باللي راكم تكذبوا على الجزائر، وعلى بالكم باللي هذيك الاكاذيب ما عندهاش علاقة كامل بالجزائر، ورغم هذا يا خوتي يعلقوا عليها ويضحكوا عليها ويديروا منها قصة وحكاية، كيما ام حسن. كيفاش جابوا لنا قصة خيالية من راسهم؟ خرج واحد برك هدرها بدون اي دليل، صدقوه كامل المراركة، وفي مواقع التواصل الاجتماعي كامل قلبوها بأم حسن جزائرية وهذاك الخرطي تاعهم. كيفاش تحوسونا نسكتوا؟ راهم قاسوا لنا الشرف تاعنا، وصلوا هذو الناس يقيسوا الشرف تاع الجزائري، شرف تاع الجزائري اللي هو اغلى حاجة عنده يقيسوه. كيفاش نسكتوا؟ محال نسكت، انا ما نسكتش وما راحش نسكت، خلاص هذه هي، نزيد نبهدلهم اكثر واكثر. فالدعم تاعكم برك يا خاوتي، لانه السينيال هما كيما يقدروش على الحاجه يبداو يسينياليو فيها ويديروا تجمعات عليها، وكم على بالكم الحكايه كيفاش تكمل؟ تكمل بانه القناه تم توقيفها بعشر ايام اللي فاتت، ما قدرتش نخدم كامل. اما لا تدعموا الفيديوهات هذه، اللايكات تاعكم فقط يا خاوتي، وايضا في التعليقات دائما افتخر بانك جزائري، افتخر بجزائريتك، صدقوني غير يتقاسوا كي يلقاو الجزائريين يفتخروا بالجزائريه تاعهم، لانهم هما ما يقدروش يفتخروا بالمروكيه تاعهم، ما يقدروش يقول انا افتخر باني مغربي، محال يقولها. من في الغربه سقسيو خوتنا اللي راهم في الغربه، والله ما ينطقوها، يقولوا انا جزائري امام الاوروبيين وكذا، لانه عندهم بواش يقابلوا، عندهم مليون ونصف مليون شهيد يقابلوا بها، لكن المروكي بواش تقابل؟ تاريخك مليء بالخيانات، تاريخك مليء بالانحطاط، تاريخك مليء بالخماج يا جدك، واش بواش تقابل؟ ما عندكش بواش تقابل يا اخي. حالة بعد يا اخي حالة، قال لك اقوى جيش في العالم لكن ما قدروش يجلوا رعايا تاعهم يعني على بعد 2000 كيلومتر، واش من 2000 بالك قل يا خاوتي، ما قدروا لهاش، ويجيو يخرطوا علينا. هاي تحية بلادي من الاخر، تحية زاير، تحية زاير، وتحية زاير، واللي ما عجبوش الحال يخبط راسه على الحيط. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.